منذ ساعات الصباح الباكر جاءت الشركات والمؤسسات لتشارك في معرض ومؤتمر سيتيسكيب 2017 بحلته الجديدة، والذي زاد عن السنوات الماضية بعدد الشركات وكذلك بالمساحة. تعالوا لنتعرف على أروقة هذا المعرض. يخول معرض ومؤتمر سيتيسكيب العالمي العديد من صناع القرار والعقارات فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وعرض أبرز التطورات وفرص الاستثمار في القطاع العقاري. شاركنا بعدة أجنحة، عندنا جناح تلال اللي نبيع فيه أراضي، عندنا جناح أرادة في عدة مشاريع مثل مشروع الجادة ومشروع مساكن النسمة. طبعا مشروع الجادة اللي نشوفه هنا هو يعتبر أكبر مشروع عقاري في تاريخ إمارة الشارجة، مساحته 24 مليون قدم مربع، وتكلفة المشروع تقريبا بالكامل حوالي 24 مليار درهم. تعتبر شوبا العقارية إحدى أكثر الشركات العقارية عراقة في منطقة الخليج. بدأنا عملياتنا في سلطنة عمان في العام 1976، أي قبل ما يقارب 41 عاما، وتخصصت عملياتنا حينها بالديكور الداخلي للوحدات العقارية. ثم انتقلت بعدها إلى دبي تلبية لمتطلبات تعليم طفلتي. أما فيما يتعلق بماهية عالم الأعمال في دبي، أعتقد أن إمارة دبي تعتبر عاصمة المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط. ليس هناك من يضاهي دبي في تفوقها في القطاع العقاري على مستوى المنطقة. شوبا هارتلاند أول شيء بتوقع بمدينة محمد بن راشد، هيدا اللي بيميزها. موقع كتير مميز، موقع استراتيجي، تبعد تقريبا 3 كيلومتر عن برج خليفة وسط المدينة، وعندك تقريبا 1 كيلومتر عن دبي وان مول اللي تم الإعلان عنه من شي شهر تقريبا، وكمان بتمرق فيه قناة دبي المائية الجديدة. اليوم شفنا أن في إقبال كبير على سيتيسكيب 2017، خاصة في الستاند مال شوبا هارتلاند، وطبعا مطور أو إحدى المطورين الرئيسيين لمدينة الشيخ محمد بن راشد. أنا شخصيا استثمرت واشتريت في المرحلة الأولى، واضح طبعا أن في بروجرس أو تطور في البنى، خاصة أن هي الشركة يعني مثل ما عرفنا أن هي تسوي كل شيء من الألف إلى الياء. هذا وتعتبر دبي السوق العقارية الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها سجلت تحسناً ملحوظاً في المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2016 الصادر عن شركة GLL الاستشارية في المجال العقاري. حجم السوق العقاري في إمارة دبي يظهر جليا في سيتيسكيب 2017 بمشاركة العديد من الشركات الكبرى التي جاءت من كل حدب وصوب للمشاركة في هذا الحدث العالمي. من أرض المعارض في إمارة دبي، أيمن مصبح، قناة الظفرة.